أهلا بكم. عاد الجدل مجددا بشأن التحالفات السياسية وحقيقة الخلاف والصراع الذي الدائر داخل الإطار التنسيق الحاكم وعلاقات أركانه البينية. فمنذ تشكيل هذا الإطار في العام 2021 عقب انسحاب التيار الصدري من البرلمان، بدت الساحة مفتوحة أمام هذا الإطار لإعادة رسم خريطة التحالفات والاستحواذ على المناصب الحكومية وتكييف السياسات الخارجية ضمن توجهاته ومرجعياته. وثمة مراقبون يقولون إن السودان ربما خرج من جلباب الإطار التنسيقي، وهو ما يتضح من دعوة المالكي لإجراء الانتخابات المبكرة والتي عكست انزعاجا وتذمرا من توسع نفوذ السودان وتوجهاته لخلق جمهور يدعم مواقفه السياسية ورغبته في دورة ثانية في رئاسة الحكومة. لكن مراقبين آخرين يرون أن جميع قوى الإطار ما عدا المالكي طبعا تقف ضد دعوة المالكي للانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة. مصادر سياسية في العراق كشفت عن وجود حالة من الامتعاد داخل الإطار التنسيقي من السوداني، لأن الأخير لا يرجع إلى الإطار للتشاور في عمل الحكومة ورسم سياساتها وإدارة ملفات العلاقات الخارجية والاقتصادي والأمن وغيرها. وثمت رسائل تحذيرية تلقاها بالفعل السوداني من مغبة تمرده على اتفاقات داخل إطار التنسيق، ويقول المراقبون إن السوداني ربما يريد الابتعاد فعلا عن الإطار التنسيقي، لكن هناك من يؤكد أن هذا الابتعاد صوري فقط في عملية تبادل أدوار وقتية لتجاوز الضعف السياسي والاستقواء بالموارد الأمريكية، ثم يعود السودان إلى البرنامج والمنهاج الحقيقي لهذا الإطار والذي أوصله إلى رئاسة الحكومة. حقيقة الصراع والخلاف بين السودان وشركائه في الإطار التنسيقي هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا ثمة امتعاض وسخط من قبل الإطار التنسيقي ضد السوداني بسبب ما يسمونه بتفرده في اتخاذ القرارات الحكومية؟ وهل يستطيع السوداني فعلا التمرد على الإطار التنسيقي الذي أوصله لرئاسة الحكومة؟ وهل لدى السوداني رؤية مختلفة في كيفية تسيير الأمور الحكومية والتي قد تتصادم مع رغبة الإطار التنسيقي كما يقول البعض؟ وهل الخلاف بين السوداني والإطار التنسيقي خلاف حقيقي أم هو خلاف وهمي ولعبة تبادل أدوار مؤقتة لإيهام الرأي العام في العراق على أن السوداني مختلف عن الإطار التنسيقي؟ ضيفاء الطاولة: رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في حقيقة الخلاف أو الصراع بين السوداني رئيس الحكومة السوداني وبين شركائه في الإطار التنسيقي. ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، سيكون معنا أيضا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. أهلا دكتور. دكتور، هناك من يتحدث أنه السوداني على خلاف كبير وصراع مع شركاء في الإطار التنسيقي، لديه رؤية مختلفة سياسات مختلفة، ولذلك هو يبتعد رويدا رويدا عن الإطار التنسيقي. هل فعلا ثمة خلاف حقيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيفك الكريم الأخ العزيز الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا وسهلا. الحقيقة من عام 2003 لحد الآن الحكومات المتعاقبة، يعني من احتلال العراق عام 2003 لحد الآن طوال 21 سنة، كل الحكومات المتعاقبة لديها نفس الإطار، نفس المنهج، نفس الرؤية، نفس القوى التي وافقت على العملية السياسية ودخلت بها هي التي تقود هذه السلطة المتكونة من عام 2003 لحد الآن. ولا يجري اختيار أي وزير، دعني أقول مو وزير، ربما ننزل إلى درجة مدير عام وأقل، لا يجري الاختيار وصولا إلى الوزير ورئيس الوزراء إلا باتفاق مسبق
على تنفيذ برنامج معين، كل هؤلاء موظفين لخدمة هذا البرنامج. هذه يعني مثل ما يقال نقطة راس سطر. فكل الذين جاءوا في حكم العراق من عام 2003 لحد الآن ينفذون برنامج معين كموظفين وافقوا عليه قبل المجيء، وهم من نفس الكتلة، من نفس الوضعية، من نفس التفكير، من نفس التوجهات، من نفس الرؤية الأيديولوجية والفكرية والنفسية. هذا واقع الحال. نأتي إلى حكومة السوداني. السوداني لم يأتي اليوم، لم يأتي عندما يعني عينوه رئيسا للوزراء وكأنه أخرجوا إياه من يعني من السليفون، فتحوا السليفون وطلعوا لنا واحد اسمه محمد الشياع السوداني. لا، هذا الرجل كان بالعملية السياسية من عام 2003 وهو في حزب الدعوة، وهو مقرب من المالك ومقرب منهم، وهو جزء من 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 هذه القضية، وكان وزير وكان نائب لدورات كثيرة، وكان نائب وأكثر من وزارة اشتغل بيها، وكان مسؤول وقريب منهم، وكان عضو مقرب من عندهم. في العام الذي جاءوا به يعني بعد إزاحة مصطفى الكاظمي كانوا يريدون شخصية معينة يعبرون بها، وهو هذا الشخصية المتوفرة، ليس لديهم غيره. يعني ما كانوا، كانت خلافات كثيرة بينهم، فهذا الإطار التنسيقي اختار هذا الشخص من بينهم، لم يأتون به من خارج هذا الإطار. يعني ليس هو شخصية مستقلة أو شخصية خارج العملية السياسية، شخصية لها رؤية خاصة واتفقوا معه على أن واتفق معهم هو على تنفيذ رؤيته الخاصة وقبلوا بعد ممانعة. لا، جاءوا به وقالوا له 1 2 3 10 15 وافقت عليها، نعم هذا اللي يريد تنفذه، جاء وجلس. وهذا واقع الحال. هذا ليس انتقاصا من محمد الشياع السوداني، لكن هذا الوضعية هي الموجودة في العراق. من يريد أن يحصل على مركز، هذه القوى هي الحاكمة، والقوى هذه لم تصل وتعلن عن نفسها بهذا الشكل يعني مباشرة. من عام 2003 لحد الآن تدرجوا إلى أن وصل الآن حكم الميليشيات تحكم. بس الآن دكتور الحقيقة هناك حملة إعلامية ضد السوداني. نعم. هناك هجوم ضد السوداني. المالكي دعا إلى انتخابات مبكرة. هناك ربما امتعاض وتململ في صفوف الرئيسيين، الميليشيات الخزعلي وغيرها. يبدو الأمر ليس بذاك الانسجام والوئام. أولاً عندما تنظر إلى كل القوى التي ما يسمى في الإطار التنسيقي، القوى الحاكمة أو القوى التي أسست هذه الحكومة، هل هذه القوة تستطيع أن تقول لي، أو أي واحد يستطيع أن يقول لي، أن هذه القوة منسجمة مع بعضها وموافقة على بعضها وبيناتهم ثقة عالية؟ أبداً، الثقة مفقودة بين كل هذه الأطراف، لا ثقة بينهم، وكل طرف والدليل يريد. والدليل شبكة تجسس محمد جوحي في مكتب رئيس الوزراء. نعم الشبكة. نعم، حتى مصطفى الكاظمي هو من جابه، هم جابوا. نعم. يعني الآن يعترضون عليه ويشتموه، قضية أخرى هذه، لكن ثقة بيناتهم مفقودة، والكل يحاول أن يكسب مساحة على حساب الطرف الآخر اللي هو زميله، ويقعدون سوا وإطار تنسيقي وكلهم. هذه في الإطار الخاص. بالإطار العام هم متفقين، هناك ضابط رئيسي يوجههم، لا يستطيعون الخروج عليه إيران. لكن في الإطار الخاص، في إطار إدارة مشاريعهم وإدارة مكتسباتهم، هناك صراع. جزء من هذا الصراع قد البعض من عندهم يعني يحاول أن يكسب السوداني إلى جانبه ضد الطرف الآخر بهذا الشكل. لكن عموما في كل القضية، هذه القضية فيها لعبة سياسية كبيرة. الأطراف هذه تريد أن تقول لنا، وهي مكروهة وتعرف نفسها أن الشعب رافضها، كل هذه الأطراف الميليشياوية اللي تشكل الإطار مع مرور الوقت. اسمعي، خل دكتور نتحدث عن يعني هذا الصراع، هل هو حقيقي أم لعبة أم مسرحية أم تبادل أدوار مؤقتة؟ بس تأخرنا على ضيفنا. نعم، فضل. دكتور قحطان، مساء الخير دكتور. مساء الخير والبركات عليك وعلى المشاهدين والضيف الكريم. أهلا وسهلا دكتور. دكتور، هناك حديث قوي الحقيقة عن أن هناك خلاف بين السوداني وبين شركائه في الإطار التنسيقي. هناك مؤشرات، هناك دلائل، هناك معطيات، شبكة تجسس جوحي مدير الإدارة في رئاسة الحكومة ومقرب من السوداني. إذا كان هناك فعلا مثل هذا الخلاف، لماذا يختلف السوداني مع شركائه في الإطار التنسيقي؟ وهو يعني وهذا الإطار هو مظلته وهو خيمته وهو الذي أوصل لرئاسة الحكومة.
أكررت رحاب بك أخي العزيز. هلا دكتور. التجربة لهذه العملية السياسية من 2003 لحد الآن أعطت لنا بعض المؤشرات إلى أن ممكن يكون هناك خلافات ما بين أبناء الخندق الواحد أو المجموعة الواحدة، وحتى في داخل ما يسمى حزب الدعوة، وحزب الدعوة معروف بارتباطه مع إيران وبعلاقته مع الاحتلال، نرى أن خلافات ما بين الأشخاص الذين تسلموا مراكز متقدمة فيه، فجعفري على خلاف مع المالكي وعلى خلاف مع عبادي، ثم أن الخندق العام لما يسمى الخندق الشيعي رأينا كم هو الخلاف بين في هذا الخندق، رغم أن الطرفان ينتميان إلى فكرة واحدة وتوجه واحد وموجه بشكل عام واحد. إذا الخلافات واردة، ولكن أعتقد أن ثمت أمور الآن ذهبت لتصعيد هذا الخلاف، وهو الخلاف بين أمريكا وبين إيران. فالفصائل والإطار بشكل عام هو منزوي تماما وبشكل عاني تحت الإرادة الإيرانية. السوداني لما يبدو بشكل ظاهري أنه له موقف يختلف نسبيا، قد يكون الطمع في السلطة تدفع بذلك، قد تكون الخلافات البينية، قد تكون المغريات، ثم أن الانتماء للعراق هو أساسا عند هذه المجموعة هو غائب، وبالتالي كل احتمال توقع. هذا ما أعتقد أننا بالمتابعة موجود هكذا حال خلافات بينهم، ثم الظرف الحالي يستوجب إلى عملية سحب الأشخاص من الخندق المعين، سيما وأن أمريكا وكل قوى أخرى هي مخترقة لعملية سياسية وشخوصها، وعليهم مثالب كبيرة ومثل ما يقول لازمين عن لزمات كثيرة، فيمكن بهذه اللزمات إن صح التعبير يجبرون زيد أو عمر لأن يذهب بالاتجاه الآخر. أنا أعتقد نعم تمت خلاف موجود بين الأطراف، ولكن بالتأكيد هذا الخلاف إذا ما صعد إلى مستوى أكثر فالإرادة الإيرانية في هذا الخندق تكون فاعلة، وقد يستبعد السوداني في أي لحظة، وهذا من ضمن الاحتمالات يتوقعها أن كمحل استراتيجي الخلافات قد تصعد إلى أن يستبعد المالكي بإرادة هذه المجاميع وترتيبة أخرى صالح إيران، قد تبدو هي الأقرب الآن لإدارة الأمور. وأعتقد هذا أيضا راح يكون سبب من أسباب تصعيد فعالية أمريكا في العراق لضرب الميليشيات وضرب الجماعات الأخرى التي تدفع بهذا الاتجاه. إذا الخلاف موجود، لا نستبعد الخلاف موجود. نعم. تعتقد أن الخلاف سيبقى مسيطرا عليه مضبوط إيقاعه، أم أن الأمور قد يعني في ظل هذا الصراع المحتمل في المنطقة ينفرط وتنزلق الأمور إلى حالة من التصادم؟ لا أعتقد مضبوط، وإذا صار ثم التصادم فيبعد السوداني ويستلم الإطار، ومن يمثل الإطار قد يكون المالكي على وجه الصدارة أمور البلد، وهنا طبعا يزيد فاعلية الأحزاب والقوى السياسية والميليشياوية في العراق، فيصعد مستوى وتيرة الفعل الأمريكي في العراق، وهنا يتم التغيير المحتمل على ضوء ذلك. نعم دكتور رافع، من يتحدث عن هذا الخلاف بين السوداني وبين الشركاء في الإطار التنسيقي مرد أن السوداني يعني يتفرد بقراراته، لديه رؤية مختلفة، لديه منهج مختلف في إدارة الدولة وفي قرارات يعني رئيسية في سياسات كبرى داخل والخارج. هل هناك فعلا مؤشرات على أن الرجل لديه رؤية مختلفة عن الإطار التنسيقي وما يرسمه له؟ أستاذ ماجد، المعطيات اللي تحدث فيها دكتور قحطان في أن هناك خلافات يعني معطيات صحيحة وصلت إلى هذه النتيجة، لكن نعم. هناك معطيات أخرى تدلل على أن لا خلاف بينهم. نعم، يعني مثل ما يعني أؤمن يعني ما قال دكتور قحطان صحيح. نعم. جدا، لكن ما أقوله الآن أنا ما أعتقد به صحيح. نعم. جدا. نعم، لأن هناك معطيات كثيرة تدلل عليه، ومن هذه المعطيات أن الرجل محمد شياع السوداني جزء من هذه العملية، جزء من هذه التركيبة، جزء من فكرها وتصرفها ورؤيتها وأهدافها، لا يمكن أن يخرج عنها. قد يكون تمرد. لا يمكن أن يتمرد. ما الذي يحصل إذا تمرد؟ إذا تمرد، من يتمرد لديه شخصية كبيرة ولديه قدرة عالية ولديه تفكير ولديه وضعية مدروسة.
السوداني وأنا قلت من البداية لم يأتي من السليفون، نعرفه وكان وزيرا وكان محافظا وكان معرف منه نائبا ومعروف هذا الشخص، هذه الفترة معروف الشخص تحت الضوء، مو شخص مبهم، نعرف تصرفاته ونعرف انتماءاته ونعرف وضعيته، بغض النظر عن الذي واحد يطلع لنا يقول لنا هذا ابن حمولة وذاك كان ويانا بالحصار وأكل خبز الحصار، هذا الكلام يعني نعم خليه على صفحة، هذا لا ينفع شيء. كثيرين من عندهم الآن يحمل الجنسية العراقية، لكن هل هو عراقي يتصرف عراقي؟ كل ذول الآن يحكمون بالعراق لديهم الجنسية العراقية، لكن هل هم يتصرفون كعراقيين ويتعاملون مع العراق والعراقيين بهذا النفس، أم هناك انتماءات للخارج غير شكل تحكمهم وانتماءات للفساد وغيرها؟ هذه قضية أخرى. فهذه من ناحية هذا السوداني وهذه شخصيته وهذه عقليته وهذه وضعيته، ولم يتم اختياره لأنه عقلية لامعة وليس لديهم هذه العقلية اللامعة. احنا 21 سنة، هل يستطيع أحد أن يقول لي أنه من هذه كل هذا الطقم، هذا كل الفريق الذي حكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن، هل هناك شخصية لامعة تستطيع أن تقول، أن تؤشر عليها وتقول هذه شخصية لامعة فعلا؟ أبدا لم يأتوا، هؤلاء لم يأتوا للحكم، ليسوا رجال حكم، ليسوا رجال إدارة الحقيقة، وكانت مشاكلهم كثيرة بهذه الشيء، والآن ما زالت، وهو غير مطلوب من عندهم. المنهاج الذي جاءوا به غير منهاج البناء وغير منهاج الإدارة وغير منهاج تصريف الأمور بشكل حكيم ومنطقي، أبدا ما له علاقة، فوضى وتحكم هذه الفوضى. ودعني أقول لك أن كل السلطات التي قامت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن، هي سلطة واحدة قامت على يعني تقوم على عكاز من برجلين، الرجل الأولى هي الطائفية، والرجل الثانية هي الفساد، والفساد من ريع النفط، إذا ما ذهبت هذا العكاز، إذا ما رمي ستكون السلطة قبض ريح، ما عندهم سلطة نهائيا. فهم يعرفون هذه القضية، من يأتون به للسلطة يعرف هذه القضية ويجب أن ينفذ هذه القضية، يجب أن يكون خادم لها. لذلك كل الخطابات التي حصلت في زمن السوداني هي نفس الخطابات التي كنا نسمعها في زمن المالكي والكاظمي والعبادي وغيره، نفس الخطاب، نفس الوضعية، نفس النموذج. الفرق الآن في قضية محمد الشيعة السوداني هي المجسرات، أكثر من المجسرات، وطلع المجسرات أموالها تعادل كل تخصيصات المحافظات العراقية 18، أكثر من ثلاثة أضعاف التخصيصات للمحافظات العراقية 18 اللي هي يعني مهلكة بالفقر والكآبة والخراب والدمار وكل شيء، حاجات كل الاتجاهات محترقة، تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى بناء. فقط هذه المجسرات اللي موجودة في بغداد هي 18 مجسر، أموالها التخصيصات مالتها ثلاثة أضعاف ما خصص المحافظات. فبالتالي أنت أمام نعم. حالة بهذا الشخص. لكني أقول من خلال المعطيات، أقول أن القضية فيها لعبة، كل الإطار التنسيقي، وهذا ما أردت أتحدث عنه في البداية، كل الإطار التنسيقي مكروه من الشعب، وصل إلى حالة لم يعد الشعب يتقبله، وثورة تشرين كانت واضحة جدا جدا ورسالتها واضحة وما زالت مستمرة، الشعب غير راضي عليه، دعك منهم عينين 10 ملايين موظف حتى يحكموهم، حتى يقولوا لهم يهددون بالرواتب غير شكل، لكن الشعب عموما غير راضي، الشعب ماكو حياة، أكو مولات وأكو مطاعم وليس أكثر من هذا. فبالتالي هذا الإطار مكروه، هناك شخصية معينة يريدون أن يقولوا أنه إحنا عندنا ديمقراطية، وشوفوا إحنا ضد السوداني، والسوداني ربما يتبناه الشعب لأنه هو ضدهم وغير مقبول من هذا الإطار المكروه، فربما يتبناه الشعب ويقف معه الشعب، وبالتالي هم سيكسبون رئيسا وزراء، رئيس وزراء أو قائد، كما قيل عن الكاظمي أن الكاظمي قد أتت به ثورة تشرين، قالوا أنه أتت به ثورة تشرين نعم. وثورة تشرين بريئة منه وليس لها أي علاقة به. هذا واقع حال يريدون أني دكتور قحطان، هناك من يتحدث أنه هذا الخلاف الحقيقة مرده أو سببه هو ما سموه تمرد السوداني على الإطار التنسيقي، لذلك هذه النقمة، هذا السخط، هذا الهجوم عليه. السوداني لديه الإمكانية ليتمرد على الإطار التنسيقي، يواجه الإطار التنسيقي، الآن هو ليس بحاجة للإطار التنسيقي، قادر على التمرد فعلا؟
لا، التمرد كلمة كبيرة على السوداني. أنا أعرف طبعا إلى حد كبير شخصية السوداني يعني للأمانة، ورجل إن قيل قبل دقائق الأستاذ أنه هو من عائلة يعني مرموقة أو من كذا، نعم عراقيون كلهم بإذن الله من عوائل، والعشائر هي محل احترام وتقدير، لكن كمعطيات علم السياسة للسوداني هو أضعف من أن يكون في هذا الظرف العصيب الذي يعني وكلت له هذه المهمة. ده واحد. اثنين، ما الذي يملك لكي يتمرن؟ الماضي هو كما قال صديقي رافع الفلاحي وغيره، هو ماضي واحد. الخلل يشترك بالخلل اللي قامت به الحكومات المتلاحقة هو كغيره. ثم إلى أين يمكن يذهب أن يكون يتمرد؟ لو كان يتمرد فعلا على سبيل المثال لا ذهب باتجاه تنقية المؤسسات العسكرية والأمنية تنقية حقيقية لكي يكون فعال بها لفرض إرادة الدولة، ولا أقول يذهب بمذاهب أخرى واتجاهات أخرى، باعتبار أن جانب كبير من السلطة والسطوة تأتي من امتلاك الحكومة إلى أدوات تنفيذ القرار وهي القوة. إذا لا يملك القوة، لا يملك الخلفية التي تسعف على ذلك حقيقة، حتى ما يسمى بالذين خلفه أو حوله من المستشارين هم ليسوا مستشارين بالمرة، هم عبارة عن موظفين لأحزاب أخرى يراد لها أن تستلم أموال كبيرة وجزء من المحاصصة. إذن ودل على ذلك أنه هناك من يتحدث، اسمح لي، هناك تحدث في قضية المعادلة السياسية أن الأكراد والسنة أقرب إلى السوداني، وقد يكونان هما الجدار الذي يستند إليه في هذا التمرد أو المجابهة مع الإطار التنسيقي. هذا غير صحيح. أولا الأكراد أناس معروفين هم أصحاب مصلحة، دائما يحاور طرف اليمين ويضعه تحت اليد، ثم يحاور الطرف الآخر ويضع الميزان، أي مصلحة مكسب له مكسب، ليس لما يسمى لأهالينا الأكراد، لا للأحزاب المتنفذة يذهب إليه. على ذلك ما يسمى بالخندق السنية أو الجهات السنية هي جهات سياسية باعت قيمها وارتهنت إلى ترتيبات ضيقة، التقاطع بينهما كبير، فكيف يكون التقاطع بهذا الحجم وهم عاجزون عن انتخاب رئيس برلمان ويذهبون بقرار بهذا الحجم لدعم السوداني؟ ولكن المشكلة تكبر إن كيف أنه لمجرد السوداني يختلف مع الإطار وهم على شك مع الإطار فيذهبون مع السوداني. أنا أعتقد هذه اللعبة هي لا تقرأ قراءة أكاديمية علمية، لأن دائما أقول الوضع العراقي عايزة فتح فال وليس عايزة محلل سياسي، لأن هؤلاء لا ثوابت لهم، لا منهاج واضح لهم، لا غايات واضحة، وبالتالي ولا يفقهون إدارة العملية السياسية والحوار والتحاور، ذلك هم يتقفزون كالأرنب في مواقفهم. وبالتالي أنا أعتقد لا يملك السوداني قدرة على العصيان أو التمرد. الصدر وما يملك من حجم وعمق غير قادر على التمرد وانزوى وانسحب، فما بالنا. لكن إذا كان هناك ترتيبا مع القوى الأمريكية قد يكون أمر يختلف، ولكن هو لم يسعى إلى ترتيبة داخلية تؤهله حتى بهذا الحجم مع الإدارة الأمريكية، لذلك أمريكا لحد الآن لم تلتقي ولم تثق بإدارة السوداني. أشكرك. نستأذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين أيضا، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة في حقيقة الصراع والخلاف بين السوداني وشركائه في الإطار التنسيقي. ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان
خفاجي. دكتور قحطان، أيضا فيما يتعلق بقضية مظاهر أو دلائل أو مؤشرات هذا الخلاف أو الصراع بين السوداني وبين الإطار التنسيقي، الشكوى شكوى الإطار ومكوناته من أن السوداني ما عاد يعود للتشاور معهم فيما يتعلق بسياسات رئيسية في الاقتصاد والطاقة والأمن وما إلى ذلك، وهذا خلاف الاتفاق. المؤشر الآخر أن هناك اجتماعا لمكونات الإطار، الحقيقة السوداني رفض حضور هذا الاجتماع فزارت النقمة والسخط عليه. هل يعتبر هذان المؤشرين أو هذين الحدثين يعني مؤشرين على خلاف حقيقي بين السوداني وشركائه؟ احنا قلنا ظنا ان خلاف موجود. نعم. ولكن قلنا ايضا اذا ما ذهب بعيدا فالاطار هو من خلف الاطار يمكن ان يحسم الامر بالقوه، ولكن معطياتي انا ومتابعاتي الشخصيه ان نعم السوداني في وضع مأساوي بالقياس في علاقاته مع المؤشرين. الخطا مني، اقصد بالمؤشرين أن هذه مؤشران قويان قد تدفع الأمور باتجاه التمرد، تمرد السوداني على الإطار. ممكن جدا، ممكن إذا ما ذهب باتجاه تصعيد هذه الخلافات. نعم الخلافات موجودة، وهذان المؤشران يؤكدان الخلاف ويعززانه، وإذا ما ذهب إلى التصعيد أنا قلت قد يذهب إلى التصعيد وقد يحسم الأمر الإطار بعزل السوداني، وهذا نوقش في بعض الأروقة الداخلية كما ترشح وليس حق يعني يقين أو ظهر بشكل علني، ولكن نقول هكذا من احتمالات قائمة. وبالتالي هنا الصراع قد يكون الصراع الأمريكي الإيراني، يدفع إيران وعملاء إيران وجماعة إيران في العراق أن يبعدوا السوداني، خشية أن السوداني قد باعهم لأجل أمريكا كما يدركون أم كما يتصورون. ولكن أنا أعتقد ذلك لأن أساساً السوداني لم يهيئ بيئته الداخلية لحجم هكذا فعل، ولكن مع هذا وذاك الحاجة الصراع بين أمريكا وإيران قد يدفع بتجعيد الأمور حتى يتم إقناع الناس والوسط الذي تابع لهذه المجموعة الإطار بأن إذا ما زاحوا السوداني تكون المظاهرات قد سيقت مسبقاً. واعتقد الامر قلت لك كمتابع انا شخصي سيبعد السوداني باراده الاطار وخلفها ايران، واعتقد المالكي سوف يتصدر المشهد وبالتالي يعزز الفصائل وينهض الخلاف الكبير بين الفصائل المسلحه وايران من جهه وامريكا، فيكون فعلا عسكريا في العراق، وهذا قد ياتي بعد ان تصفى امور للكيان الصهيوني احتمال في لبنان او في أي تنسيق بين الكيان الصهيوني وبين أمريكا حيال العراق، باعتبار أن هناك هدف مشترك للكيان الصهيوني وأمريكا في تقليم أظافر إيران وأذرعة إيران سبيلا لتحجيم فعالية إيران بالعراق والمنطقة. دكتور رافع، هذه شبكة جوحي اللي هي مرتبطة برائد جوحي وشخص مقرب من رئيس الحكومة السوداني، شبكة تجسست على الشركاء السوداني، على مسؤولين، على وزراء، حتى على رئيس مجلس القضاء الأعلى، ألا يدل مع انعدام الثقة؟ ألا يدل أولاً على انعدام ثقة بين هذه الأطراف؟ وتتحدث نعم ليس هناك من ثقة، انعدام الثقة قد يدفع أو يولد أيضاً إلى خلاف بل وتربص، كل طرف يتربص بالطرف الآخر للإيقاع به وإسقاطه. أنا لا يعني ربما لا أستطيع أن أنكر أو أثبت أن هناك شبكة تجسس، لأن الكلام هذا يعني فيه ما فيه، كل طرف يقول انه موجوده هذه الشبكه وقسم تقول لا واتهامات، واحنا تعودنا على هذه السلطات. شكلت لجنه للتحقيق. نعم. واوقفت يعني اوقف مسؤولون وسحبت ايديهم. نعم شكلت اكثر من مليون لجنه تحقيقيه من عام 2003 لحد الان، وماذا نتج عنها ومن اتهم بها وما هي نتائجها؟ هذه قضيه اللجان التحقيقيه هي قضيه اخرى. طيب الشبكه، لكن دعني اقول لك يعني في كل واحد يدخل العملية السياسية، كل شخص، كل حزب، كل قوى، كل ميليشيا تدخل العملية السياسية سواء من الداخل أو الخارج، الخارج يعرفها والداخل يعرفها. إن لم يعرف أن هناك في العراق رؤوس كثيرة تحكم العراق وأضعفها رأس الحكومة فهو واهم وهو لا يفهم شيء ولا يعرف أصول اللعبة، وعليه أن يخرج من هذه اللعبة لأنه هذه مو لعبته. وقد قال أحدهم
عن الكاظمي ترى نقص إذانك مثل ما نقص إذان ال... لأنه واقع الحال أنه كل الرؤوس التي تحكم في العملية السياسية أقوى من رأس الحكومة، والآن الدليل هذا واحد من عندها والكاظمي وغيره. دعك من المالكي كان هو السلطة وهو الحزب وهو كل شيء، لكن كل الرؤوس الباقية كانت ضعيفة. هناك من وخاصة الآن كل الرؤوس التي في الإطار التنسيقي أقوى من رأس الحكومة، هو يدركها السوداني. فكيف لهذا الرأس الصغير الذي يعرف أن الرؤوس الأخرى أقوى منه أن يتطاول عليها ويشكل حالة من خلاف معها، لا يفكر في هذا الموضوع ولا يسعى إليه، وإن فتحت طرق لهذا الخلاف سيغلقها، لأنه يعرف أنه سيفقد الكرسي اللي وافق أن يعني واستقتل لأن يصل إليه. ما هو لم يأتي من فراغ، يعني مو هو كان يسعى لهذا الكرسي لأن يصل إليه. عندما يصل إليه لكي، ولماذا يختلف معهم؟ يعني ما الذي يجعل المالك السوداني يختلف معهم، أو ما الذي يجعلهم يختلفون مع السوداني؟ هذه كذبة، أنا أعتقد هكذا. إذا لماذا يهاجموه بهذه المرارة، بهذه القسوة؟ هذا جزء من لعبة الديمقراطية، لعبة الإلهاء، لعبة الفوضى، ما أعرف، يعني تفسيراتها كثيرة، وكل التفسيرات ممكن أن ترهم عليها، وكلها ممكن أن تبرر الموضوع، لأنهم علمونا مثل ما قال دكتور قحطان، هم يعني إحنا ما نحتاج إلى محلل سياسي ورؤية استراتيجية، نحتاج إلى فتح فال. صحيح، لأن هؤلاء لا تعرف كيف يفكرون. أولا عقليات ما أدري حلزونية، شلون يفكرون، شلون يتصرفون، كيف يديرون الأمور، لأنهم ما يديرون الأمور حقيقة. هناك يعني مكاسب كبيرة هم يسعون إليها، وكو سياسة موضوعة يجب أن تنفذ وخلص وانتهى الموضوع، ولا العراق ما يبقى وراء 20 سنة حفرة بائسة، سواء بالتعليم، سواء بالصحة، سواء بالخدمات، سواء بالسيادة، بالاستقلال، وضعية الجيش لا جيش، ميليشيات متغولة عليها، وهكذا وضعية غريبة عجيبة. والآن الإثبات، كل القوى، ودعني أعود مرة أخرى، عندما تكون هذه الرؤوس، ما هو المطلوب من الخارجية؟ القوى الخارجية تستخدم الرأس الصغير هذا اللي رأس الحكومة كساعي بريد لإصدار رسائل للقوى، للرؤوس الأخرى القوية. وهذا ما تفعله أمريكا، ما تفعله بريطانيا، ما تفعله فرنسا، تفعله حتى إيران، تفعله إيران، لا يعني هذه الرؤوس هي متحكمة بها، دعني من إيران، آسف قضية إيران. أما الأطراف الأخرى الداخلية فيستخدمون رئيس الوزراء الرئيس الصغير كرجل إطفاء، يشعلون نيرانا وهو مهمته أن يطفي هذه النيران لكي لا تزيدها الأطراف الخارجية، وأقصد أمريكا، لكي لا تشعل النار أكثر، ولكي لا تتضرر منها أكثر، ولا تتخذ منها موقف أكثر. لذلك كل القصف الذي يحصل من الميليشيات على القواعد الأمريكية يبادر مباشرة باتهام ولجنة تحقيقية وما أعرف منه، ورفض ولا تقبل الحكومة محاولة، ويلتقي بالسفيرة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين لتطمين الأمور ولملمة الموضوع. هذه الوظيفة كيف يمكن أن ينقلب عليهم؟ القضية فيها لعبة وفيها تفسيرات كثيرة ولا يمكن القبول بها. أما أن تكون هناك شبكة تجسس، هم الثقة ما بيناتهم. نعم قد تكون هناك شبكة تجسس، لكن هذه تجسس مو لأغراض سياسية، لأغراض أن تلزم على الآخرين ملفات تخليك أقوى من عندهم، تخليك تهددهم فقط، أو توقف تهديدهم ضدك. فهذه فقط، ربما أنا أقول ربما، لأنه أنا ما أقدر أثبت أن هناك شبكة فعلا، شبكة تجسس كانت وجوحي وما أعرف منهم، ما أدري، ما أعرف، يعني ما أقدر أقول، ما أقدر أحسن في هذا الموضوع وأقول بشكل قاطع نعم كانت هناك شبكة، هم يقولون، لكن ربما تكون هذه الشبكة موجودة لهذه الأسباب، لا يمكن أن تكون لسبب سياسي، لأن السبب السياسي، الإطار السياسي معروف، وأهدافه معروفة، وخطواته معروفة، وما هو المطلوب من كل شخص من عندهم، ما هو المطلوب وين يريدون يوصلون. وبعدين أكو الضابط الكبير اللي هو إيران، هي من تحدد هذا متى يعني تزداد عواصفه ومتى تهدى عواصفه ضد أمريكا، عندما تحتاج مصالحهم أن يكونوا هذه الأطراف بشدة ضد أمريكا والميليشيات تهدد، هم يفعلون ذلك. وعندما يريدون التهدئة، والآن تهدئة، لاحظ الآن كل يتبرى،
عندما بدأت قضية إسرائيل والكيان الصهيوني ولبنان وقتل حسن نصر الله، لاحظ كيف تصرفت. من كانوا يدعون أنهم مقاومة وهم في 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 على استعداد لنسف العالم كله من أجل، وليس تراجع دكتور، وإنما يقولون نحن ملتزمون بالدولة وسياقات الدولة. الآن صارت الدولة. نعم. صارت الدولة. هكذا يقولون. وهم لم يؤسسوا دولة من عام 2003 لحد الآن. لم نخرج عن السلطة. وين الدولة والدستور؟ وين الدولة وين الدستور؟ يعني هذا هكذا يقولون. هذه هم يقولون. دكتور قحطان، حديث ابتعاد السوداني عن الإطار التنسيقي، الخلاف مع الإطار التنسيقي الظاهري، الصراع. هناك من يعني من أصحاب نظرية المؤامرة يقول لا، هذا الحقيقة عبارة عن لعبة وتبادل أدوار، وأشار إلها دكتور رافع، الإطار منبوذ ومكروه ومعزول، فيريد يقدم شخصية ليس بالكره. وهذه الفجاجة اللي على بقية مكونات الإطار التنسيقي، السوداني ليس مثلهم. يعني أنت تقرأ الوضع هكذا؟ ليس بعيدا هكذا تصور، لأن قلنا الوضع في العراق وضع يعني استثنائي. قد تكون نعم هناك من الشيء من الاتفاق بشكل بآخر، وعملية تسويق الذات أو عملية تسويق أو تهيئة الظرف إلى الوقت القادم، وأيضا ممكن تكون كما قلت أنا قبل قليل ثمة خلاف بينهما، وهذا خلافات قلت انطلاقا من التجربة السابقة الموجودة. ولكن مع هذا وذاك أنا أقول لأن الجانب الأمريكي الآن في اعتداء مع الجانب الإيراني بالعراق، فبالتأكيد ينعكس ذلك على علاقات الأطراف المؤثرة في الشأن العراقي، العراقيين الذين هم تسنموا سدة الحكم. وبالتالي أنا مقتنع قناعة تامة أن كل من أمريكا وإيران لهم سطوة كبيرة مخابراتية وغير مخابراتية على القائمين عملية سياسية. إذا ممكن صعد أنت يا زيد الخلاف وانزل أنت يا زيد الخلاف واردة، وهذا ذاك يعني أنا أقول لا أستبعد الخلاف ولا أستبعد التنسيق، ولكن كل هذا يدفع باتجاه تهيئة الظرف للأيام القادمة عندما تحتدم الصورة الاقتتال، التقاطعات بين أمريكا وبين إيران عن طريق شكل بآخر في العراق. ومع هذا ذاك أنا لحد اللحظة ميال إلى نعم هناك الخلاف موجود، لأن السوداني على ما يبدو أدرك إلى أن ميل إلى أمريكا إلى حد معين قد يعطي أمل أكبر في البقاء أو في الفعل أو في الشعبية. لذلك نعتقد أنه إلى حد معين مثل ما قال أستاذي كأنما يبدو صمام أمان مهدي الأمور مع الجانب الأمريكي. وجد على ذلك هناك خلافات سابقة على موضوع التناغم. دكتور تعتقد أن هذه اللعبة المتفق عليها وتبادل الأدوار بين السوداني والإطار التنسيقي ستمر على الأمريكان، يتقبلوها، يضحك بها عليهم ويقدمون دعما للسوداني على اعتبار أنه بعيد عن الإطار التنسيقي اللي هو قريب من إيران؟ إذا حسب المصلحة يدعم السوداني، ولكن أمريكا عارف السوداني ما حجمه كيف فعله، وإذا أخذ يمين أو يسار فالصورة واضحة أمام الإدارة الأمريكية، كما هي شفنا الصورة واضحة أمام كيان الصهيوني على خصومه وإيران وأمريكا على خصومها، وكذلك إيران على خصومها، لأنه المجموعة العراقية الكل مخترقة والكل أساسا عملاء، يعني هم أساسا عملاء، ما عايز حدا غريب يدخلونه حتى يخترقهم، هم كلهم عملاء، هم كلهم لندن ونيويورك وقعوا على بياض وجاءوا وجاء بهم على الدبابة الأمريكية، فلا نكبر رأسهم وكانوا أصحاب رأي والخلاف، لا، ولكن توزيع الدول قد يكون من القوة المتنفذة الأمريكية والإيرانية. خلاصة الكلام، الخلاف أتوقع يتسع لأي سبب كان وأي كان أسبابه ونتائجه، إلى أن يكون خلاف كبير على موضوع حرمية السلطة بالعراق ومدى علاقة هذه الحرمية بتسلط شخص قريب لإيران، والفصيل التابع لإيران يكون فعال حتى تكون لأمريكا حجة كبيرة لأن تقوم وتقوم عليه فيه بضرب الفصائل المسلحة الولائية العراقية بعد ما تسنح الفرصة لهم، والفرصة الآن سانحة جدا لأمريكا والكيان الصهيوني لإنهاء كل خصومهم. نعم دكتور، فيما يتعلق بهذه اللعبة يتحدث عنها أنه يقدم السوداني على أنه وجه حضاري أو لطيف بعيد عن حزب الدعوة
والإطار، الإطار هذا محسوب على إيران، إطار طائفي، إطار ميليشاوي، فيقدم السوداني على أنه وجه حضاري مقبول وطنيا. هذه اللعبة ستنطلي على الرأي العام في العراق ويتقبل السوداني على أنه مختلف عن الإطار وأنه وجه حضاري وأنه مدني، يعني مو من هذا الإطار الحوزوي. لا، هو بالنسبة للشعب العراقي لا يمكن أن تمر عليه هذه اللعبة، يعرفون كل الوجوه، مثل ما تحدث أنا، مثل ما يتحدث دكتور قاطان، نعرف كل العراقيين يعرفون من السوداني ومن يعرف كل أطراف العملية السياسية يعرفونها، يعني القضية مو جديدة، مو عام 2003 والناس يعني دخان وضباب وغير قادرين أن تمييز الرؤية، ما أدري شلونها مو واضحة عند البعض، رغم أنه كانت واضحة عند الكثيرين، لكن البعض كانت عندهم الرؤية مشوشة. هذه بعد 21 سنة الآن الرؤية واضحة جدا، والكل تعرف ماذا تحت أقدامها وماذا أمامها، يعرفون. لكن دعني أقول أنه ربما البعض يقول أنه يعني هو يقدم نفسه قريب من الأمريكان أو يحاول، ما مصطفى الكاظمي كان بشكل واضح أكثر وضوحا في التقرب من الأمريكان، لكن هو يعرف السوداني ويعرف كل أين مصيره، بالتالي تهمون أنه هو عميل الأمريكان وعميل الإسرائيل وما أعرف من هم جابوه. هذه قضية لا يمكن أن تمر هكذا الحقيقة، ولا يمكن لأي طرف من عندهم خاصة الطرف الحكومي أن يتصرف بهذه الطريقة بعيدا عنهم. هذه مهام موجودة ووظائف محددة ومثبتة وأهداف وبفترة زمنية يعرفون هذه القضية. أما أن السوداني يتصور أنه الأمريكان وبالتالي أنا دعني أيضا أقول أنه هذه القوى التي تحكم العراق هل هي غريبة عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بمعنى السياسة الأمريكية، ألم تعرف أنه هذه الفصائل تابعة لإيران وهي جاءت وهي حمتها؟ هذه تعرفها من عام 2003 وهي من حمتها، وتعرف أنها دخلت من إيران وهي تابعة لإيران ولا أهل إيران، تعرف هذه القضية. لكن مصلحة أمريكا أن تجعل العراق ضعيفا جعلتها تدفع. هل الآن أمريكا ستغير هذه النظرية وتغير أن العراق يجب أن ينهض لأن هؤلاء وصلوا إلى الحضيض؟ أبدا، أمريكا هي تريد الهدف هذا، تريد أن العراق ضعيف ومدمر ومخرب ومجزأ وبين صراعات، وهؤلاء هذه القوى خير من يدافع عن هذا المشروع. هذا واقع الحال. والخلافات الأمريكية الإيرانية هل هي جديدة؟ ليست جديدة. الآن إيران، الآن أمريكا، بايدن ماذا التصريحات مالته؟ كلها يحث إسرائيل لا يضربون لا النووي ولا النفط، لأنه هذا يسبب لنا مشكلة، وهذا ما هذه الحرب ما هذا الوضع حرب الغريب. حرب عجيب، حرب نظيفة، ما بين نووي ونفط، غريبة عجيبة. أشكرك. أنت تقول لهذا الطرف لا تضرب النفط ولا تضرب أنت إيش عندك؟ لا، شنو القوى اللي عندك؟ هاي الخزانات اللي ضربوها على إسرائيل تضربها؟ القضية بها لعبة كبيرة وبها محاولة لتسويف الأمور، والله يعين الشعب العراقي، لأنه الله يعين الشعوب مثل اللبناني واليمني اللي تدخلت بها إيران ووصلتها إلى هذا الحد البائس مع الأسف الشديد. شكرا لضيفينا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وضيفنا عبر سكايب الدكتور قحطان خفاج أستاذ العلوم السياسية، كان معنا في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.